حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعه فاما المغرب والعشاء ففي بيته وقال ابن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن نافع بعد العشاء في اهله تابعه كثير بن فرقد وايوب عن نافع